بيبدأ الفيلم بعصابة بتأجر يخت وطلع بيه مهمة في وسط المحيط، وبيكون قائد اليخت اسمه فيني وما كانش يعرف أي حاجة عن طبيعة المهمة، وده بيخليه قلقان وبيطلب من المساعد بتاعه جوي إنه ينزل يبص على الصناديق اللي حملتها العصابة في اليخت من غير ما حد ياخد باله. واتصدم جوي لما لقى جوه الصناديق صواريخ وأسلحة، فجري يبلغ فيني باللي شافه، فيسأل فيني نفسه يا ترى هيعملوا إيه بكل الأسلحة دي، وما كانش يعرف إن العصابة ناوية تسرق أكبر سفينة ترفيهية واللي بيكون كل ركابها من أغنى أغنياء العالم. وبنشوف مالك السفينة سايمون وهو بيرحب بكل الركاب وبيقول لهم ان كان حلمه وهو صغير انه يبني اكبر سفينة في العالم وانه اخيرا حقق حلمه في الاخر، وبيحتفل معهم وبيشربوا مع بعض. وقتها بنشوف واحدة حرامية من بين الركاب سرقت مفتاح أوضة القبطان وراحت عليها علشان تسرقها، ولكن للأسف الأمن يقبض عليها وبيحبسوها في مخزن الأكل فتقعد تشرب وتاكل وما كانش هاممها أي حاجة. وبعد شوية بنشوف حد بيروح لغرفة أنظمة التحكم في السفينة وبيغير اسطوانات النظام ويعطل الأجهزة، وساعتها المحركات بتتعطل والسفينة تقف وسط البحر. والقبطان بيبلغ سايمون ان هم فقدوا الاتصال بالعالم الخارجي، وفجأة الراجل اللي قاعد على السونار وبيقول لهم ان هو شايف حاجة غريبة على شاشة السونار وان في حاجة حجمها كبير بتقرب منهم بسرعة رهيبة على عمق 160 متر ومفيش ثواني ويحصل اصطدام قوي، وكل الركاب يقعوا على الارض وافتكروا ان السفينه بتغرق فتحصل فوضى في كل مكان وبدا يدوسوا على بعض من الخوف. وواحده منهم بتخاف وتدخل الحمام وتقفل عليها، لكن بتسمع صوت جاي من تحتها فتترعب وحاولت تخرج، وفجاه حاجه تسحبها بقوه وتموت. في نفس الوقت فيني بيعرف العصابه ان قدامهم 22 دقيقه وهيوصلوا لاحداثيات الموقع اللي هم عايزينه، لكن يتفاجئ قدامه بمركب انقاذ وقع من السفينه ويخبط فيها ويحصل انفجار قوي وفجوه في مقدمه اليخت. وقتها جوي يبص بالمنظار ويقول لفيني ان في سفينه سياحيه قريبه منهم، فيتحرك عليها بسرعه، واول ما وصلوا العصابه اقتحمتها بالاسلحه، ولكن اتصدموا لما ما يلاقوش اي حد عليها بس شافوا اثار دم في كل مكان حواليهم، فراحوا كلهم يبصوا على قوارب الانقاذ بسرعه واستغربوا لما لقوها كلها موجوده. والعصابه بتسال نفسها فين الركاب. في نفس الوقت بنشوف الحراميه كانت بتفوق من الغيبوبه وقدرت تخرج من مخزن الاكل. بعدها بدات احداث غريبه تحصل، والبنت اللي كانت بتصلح اليخت بتسمع صوت وراها ولما تبص حاجه تسحبها وتموتها. اما الراجل اللي كان في غرفه المحركات بيلاقي حركه غريبه تحت الميه وفجاه يتسحب تحت الميه ويموت هو كمان، وسلاحه يطير ويقع قدام فيني وجوي، فينادي زميله عليه ومفيش رد، فيتوتر ويسالهم فين زميله، فيقول له فيني سلاحه وقع قدامنا فجاه واختفى. وفجاه يحصل صوت مرعب حواليهم. اما باقي العصابه بتلاقي الحراميه بتحاول تفتح غرفه ملك السفينه بكارت فياخدوه منها ويقرروا يفتحوا الاوضه، ولكن اول ما يتفتح الباب سايمون بيقتل واحد منهم بفاس وهو مرعوب وخايف، فيقبضوا عليه هو وقبطان السفينه ويرفعوهم بالاسلحه. فيقول لهم سايمون ما كانش قصدي، انا افتكرته انه واحد من المخلوقات اللي بتطاردني. وقتها الزعيم بيستقبل اتصال من الراجل اللي في غرفه المحركات وبيعرفه ان زميله اختفى فجاه، وفيني يقول له لازم نمشي حالا، فيقول له محدش هيتحرك لحد ما يلاقي زميله، وهوب حاجه تسحبه تحت المايه ويموت قدامهم. فيصرخ فيني في جوي ويقول له لازم نخرج من المايه حالا، وفضل يضرب عشوائي في كل مكان. والزعيم كان سامع صوت ضرب النار في اللاسلكي، وسايمون يقول لهم لازم نخرج حالا من السفينه لاما هنموت هنا، لكن الزعيم يقرر يروح يشوف ايه اللي حصل لرجالته. وفيني وجوي كانوا بيحاولوا يهربوا من حاجه بتطاردهم، ساعتها الحراميه انتهزت الفرصه وهربت من العصابه في الاسانسير، واتفاجئت بجوي وفيني قدامها، وبيسالها فيني انت مين؟ فيقول له جوي انت لسه بتسال؟ دي ضربتني في وشي. فتقول له افتكرتك حد من العصابه. فجاه الاسانسير يتهز ويسمعوا نفس الصوت المرعب فوق الاسانسير، وقتها باب الاسانسير يفتح من وراهم ويقابلوا زعيم اللي بيسالهم على رجالته اللي كانوا معاهم. فيني يقول له ماتوا، في حاجه في السفينه قتلتهم، ولكن زعيم ما صدقهوش، بس سايمون ياكد على كلامه، فيقول لهم الزعيم ان هو عايز يعرف الحقيقه. فجاه الاسانسير يتهز ويقع من الدور التاسع للدور الارضي بيهم، ولما يفوقوا من الصدمه يلاقوا دم على الجدران وجثث وهياكل عظميه في كل مكان، فيترعبوا ويخافوا مش فاهمين اي حاجه، ولما عملوا صوت شافوا باب الحديد بيتكسر قدامهم، والكل يخاف ويرفع سلاحه، وفجاه مفصلات الباب بتتكسر وتطير، والجدران تتطبق حواليهم. فيدي الزعيم سلاح لفيني وقرروا يقربوا من الباب، لكن اول ما الزعيم داس على جمجمه وعمل صوت الجدران حواليهم تتكسر، فيخافوا ويهربوا كلهم بسرعه من المكان. وعلى اليخت واحد من رجاله العصابه اسمه بيلي نزل يدور على البنت اللي كانت بتصلح الفجوه ويلاقيها اختفت، وبيسمع صوت وشكله هو كمان هيختفي، والرجاله هنا حاولت تفهم ايه اللي بيحصل، فجو يقول لهم لازم نطلب المساعده، فيقول لهم القبطان في حد عطل انظمه السفينه ومش هيقدروا يتواصلوا مع حد، فيقول لهم فيني على حسب معلوماتي ان قبطان ومالك السفينه هم اللي يقدروا يدخلوا غرفه التحكم ويعطلوا النظام. فيقول له سايمون انت بتشك فينا احنا الاثنين؟ يقول له لا انا بشك فيك انت اللي وقفت النظام، عملت كده ليه؟
ومع الضغط عليه اعترف ان هو اللي كسر اسطوانات النظام ومفيش امل ان هما يتواصلوا مع اي حد. فيقول له فيني انا عارف انت عملت كده ليه، علشان فلوس التأمين. يقول له علشان 200 مليون دولار قيمة التأمين. وبيعرفهم انه صرف كل فلوسه على بناء السفينة وبقى مفلس ومعهوش فلوس، وقرر يأجر العصابة ويغرقوا السفينة عشان ياخد قيمة التأمين. بيتخانق مع القبطان، وقتها بيقع على كتف جوي مادة غريبة، ولما يمسحها ويلمسها يسمع صوت من وراه، فيبص ويتفاجئ بكائن عملاق بيتحرك بين الأنابيب. فعلى طول فيني يضرب النار عليه، ولكن المصيبة بتنزل مادة منه حمضية بتحرق لبسهم وجلدهم، ومن كتر ضرب النار عليه بيخرج من الكائن شخص مصاب بحروق في كل جسمه. وبيطلع بيلي اللي كان بيدور على البنت في اليخت، وكلهم يترعبوا من المنظر ويضربوا النار على الكائن وهم خايفين، لكن الأسلحة ما تأثرش فيه، ومن الرعب هربوا وكلهم افترقوا عن بعض. فيقف فيني والحرامية يرتاحوا، ولكن الكائن يهجم عليهم فجأة والحرامية تهرب، وفيني بيقع على الأرض. وساعتها بيشوف الكائن من قريب وبيعرف ان الوحش اعمى وبيستخدم مجسات صوتية عشان يقدر يعرف مكان الفريسة. حاول فيني يمسك السلاح بس بيعمل صوت، فيحدد الكائن مكانه ولسه هيجم عليه وبيفتح فكه علشان ياكله. بترجع الحرامية وهي بتضرب النار عليه لحد ما الكائن يهرب، والحرامية بتاخد فيني وتهرب. وقتها سايمون بيشوف القبطان بيتسحب قدامه وكان بيستنجد بيه، ولكن سايمون من الخوف ما يتحركش من مكانه. فيجي فيني والحرامية وبيحاولوا يساعدوه، لكن يتاكل قدامهم وكلهم يضربوا النار عليه، بس الكائن اختفى بفرسته. فسايمون يقول لهم برعب انه قرأ في كتاب علمي عن الكائن ده وان اسمه أورتايا، والمفروض انه انقرض من الاف السنين. وبيعرفهم ان الكائن ده بيعيش في اعماق المحيطات وبيتغذى على اسماك القرش العملاق. فتسأله الحرامية هو ايه الحروق اللي كانت في جسم بيلي قبل ما يموت. فيقول لها سايمون ان الكائن ده بيبلع فريسته الاول، والمادة الحمضية اللي جوه جسم الكائن بتمتص كل السوائل اللي بتكون في ضحيته كالجلد واللحم. المشكلة ان ده كله بيحصل وهي الفريسة حية جواه، وكلهم يترعبوا وقرروا يهربوا من السفينة ويروحوا على اليخت قبل ما مصيرهم يكون زي بيلي. بس يتفاجئوا في طريقهم ان المية مغرقة جزء من السفينة، وسايمون يقول لهم علشان نخرج من هنا لازم ننزل المية ونعدي للناحية التانية. فيقرر فيني ياخد الزعيم واحد من رجالته ويعدوا الاول، وبيقول لهم اول ما يوصل للناحية التانية هيضرب رصاصتين عشان يعدوا هم كمان. وبدأوا ينطوا في المية ورا بعض وعملوا مسافة كبيرة لحد ما وصلوا للناحية التانية. وبعد شوية بيسمع باقي الفريق صوت مرعب بيقرب منهم، وبيتفاجئوا بالوحش بيهجم عليهم بسرعة رهيبة. فيقفل جوي الباب الحديد علشان يعطله، ولكن سايمون لما لقى الباب مش هيستحمل نط في المية من الخوف، والباب اتكسر وطار. فكلهم يضربوا النار على الوحش ونطوا هم كمان في المية، لكن الوحش قدر يمسك واحد من العصابة اللي قرر يفجر نفسه أحسن ما يتاكل حي. ولما عدوا كلهم للناحية التانية لقوا نفسهم في المطبخ، فيقفلوا على نفسهم الباب الحديد ويقترح واحد منهم إن هم يفضلوا في المكان هنا لأنه محصن وفي أكل كتير هيكفيهم، ولكن فيني يرفض ويقول لهم هنموت لو فضلنا هنا. وجاي يمشي يرفع عليه السلاح، والجو يتوتر ما بينهم وكلهم يرفعوا الأسلحة على بعض. فجأة علامات الرعب تظهر على وشوشهم والوحش يظهر وراه، فيترعب الراجل وبيحس بالوحش وفجأة بيلف ويضرب النار عليه. أما الباقي انتهزوا الفرصة ويهربوا من المكان، وهو بيفضل يضرب النار عليه لحد ما يرجع كائن من المكان اللي دخل منه. فيفرح ان هو لسه عايش وبيلف عشان يحصلهم، بيهجم عليه الوحش ويبلعه، وفيني واللي معاه بيهربوا، لكن الكائنات قفلت كل الأبواب قدامهم. فيقول لهم سايمون ان الكائنات بتحدد ليهم الطريق اللي عايزاهم يمشوا فيه، وبيعرفهم ان نهاية الطريق مقدمة السفينة. فقرروا يتحركوا كلهم إلا سايمون، أخذ طريق تاني من غير ما حد يحس بيه. ولما وصلوا لمقدمة السفينة اترعبوا لما شافوا جثث جميع ركاب السفينة قدامهم، وكانوا كلهم هياكل عظمية. وزعيم العصابة يبص حواليه وبيدور على سايمون وبيسألهم هو اختفى فين، فيرجعوا كلهم من نفس الطريق ويدوروا عليه. ولما شافهم سايمون دخل غرفة وقفل الباب المصفح عليه. والمشكلة لما حصل تسريب مية ورجعوا تاني افترقوا عن بعض، وزعيم العصابة وجوي بيجروا من الوحش وبيخطف جوي قنبلة من الزعيم ويرميها من غير ما يفتح الفتيل، ولكن الزعيم يمسك قنبلة تانية ورماها على الوحش علشان يعطله شوية وانفجرت فيه وبيكملوا هروب. ولكن الزعيم بيقول لجوي ان الحل الوحيد ان الوحش ياكل علشان ما يطاردهمش. فيقول له قصدك ايه بالكلام ده، فيطلع المسدس ويضربه في رجليه ويكمل هروب. والوحش بيقرب بسرعة رهيبة وخلاص هياكله، جوي يلحق نفسه ويدخل انبوبة القمامة ويقفل عليه. اما سايمون بيشوف ان السفينه بتغرق فيفرح لانه كده هياخد قيمه التامين، وبيلاحظ من بعيد جزيره قريبه من السفينه ويقرر انه يهرب لوحده ويسيبهم.
أما جوي بيكون مصاب ومش قادر يمشي، وبيلاقي مسدس على الأرض وياخده، ولسه هيتحرك من مكانه إيد بتمسكه فجأة، وبيتفاجئ إنه زعيم العصابة. فيمسك المسدس ولسه هينتقم منه وهيضربه بالنار، لقى بيقول له ساعدني، وهنا اتصدم لما شاف الوحش بياكل جسمه، فيقرب منه واداله المسدس وقال له أحسن لك تقتل نفسك، وسابه وقرر يمشي. لكن الزعيم ضرب عليه النار، يبص له جوي ومش مصدق اللي عمله وبيهرب من المكان. وجاي الزعيم يقتل نفسه يلاقي رصاص المسدس خلص، فيصرخ والوحش ياكله. وقتها فيني قدر يوصل لليخت، وجات له فكرة انه يفجر السفينة بالصواريخ. اما الحرامية راحت تجيب مفتاح موتوسيكل المية علشان تقدر تهرب هي وفيني بيه، ولكن تلاقي سايمون في وشها ورافع عليها مسدس وبيطلب منها ياخد المفتاح، فتقوله لو عايزه قرب خده، فيقرب سايمون ولكن بيقع في المية، فتنتهز الفرصة وتحاول تهرب، لكن يضرب عليها النار ويطاردها. فيسمع فيني صوت ضرب النار ويدخل يدور عليها، وسايمون بيكون مسكها، فتقول له خد المفاتيح وسيبني، ولكن يرفض ويقول لها انا مش هسيب شهود ورايا. فجأة يدخل فيني ويضرب النار وينقذها، فتاخد المفاتيح وسايمون بيهرب، وفجأة السفينة كلها تترج وكل حاجة بتتكسر فيها، وساعتها بيخرج الوحش العملاق، وبيكتشفوا ان كل الكائنات دي ايدين الوحش، وايد منهم بتمسك فيني، وقرر الوحش العملاق ياكله بنفسه، فيطلع فيني البندقية من ورا ظهره ويضربه في عينه، والوحش يصرخ ويسيبه، فيفضل يضرب النار على ايديه ويهرب هو والحرامية، فيغضب الوحش ويطرده. وسايمون يتفاجئ ان اليخت اللي هيهرب بيه بيتحرك، فيقرر ينط بسرعة عليه علشان يلحقه، ولكن للأسف تكسر رجليه. وقتها فيني والحرامية بيركبوا موتوسيكل المية، ولما لقوا باب السفينة معلق قرروا يرجعوا علشان ياخدوا سرعتهم ويقدروا ينطوا من باب السفينة، ولسه هينطوا يتفاجئوا بالكائنات سد الباب، فيغير اتجاهه فيني ويرجع بسرعة، لكن الكائنات تطرده بشراسة، فيقفل الباب وراه علشان يعطلهم. وقتها سايمون بيلاقي اليخت على القيادة الآلية ومش عارف يتحكم فيه، واتصدم لما عرف ان فيني ظبط القيادة الآلية ان اليخت يرجع تاني للسفينة ويتصدم بيها، فيصرخ ويحصل انفجار رهيب، وبدأت السفينة تتدمر كلها، ويلحق فيني والحرامية ينطوا في آخر لحظة منها قبل ما تنفجر، وبكده قدروا يخلصوا على الوحش ويهربوا للجزيرة. ولما وصلوا بيلاقي جوي جاي من بعيد على لوح خشب، وبيعرفهم ان الوحش كان هياكله على اليخت، بس قدر يهرب منه في آخر لحظة وينط هو كمان في المية. وبعدها سمع انفجار السفينة، وقتها شاف الجزيرة من بعيد وعام ليها، ولسه بيقول لهم الجزيرة دي جميلة وهنعيش فيها، بيسمع صوت مرعب جاي من بعيد، وبكده يعرفوا كلهم ان في وحش عملاق تاني بيقرب منهم. وبكده يخلص فيلمنا. ياريت لو عجبك الملخص ادعمني باللايك، وما تنساش تشترك في القناة يوصلك كل بهاريز الافلام. سلام يا برو.